ورجعنا ليكم مرة تانية في هو وهن. النهاردة هنتكلم عن رياضة انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وهي رياضة الأمامي أو الميكس مارشال أرتس، وأحسن حد يتكلم فيها هو واحد من أبطالها كوتش شريف الجمل. يلا بينا. كوتش شريف ازيك؟ الحمد لله منورنا في هو وهن. ربنا يخليك. في البداية كلمني أكتر عن نفسك وإزاي اتجهت للأمامي أو المارشال أرتس بشكل عام. أنا إن جنرال بلعب من وأنا عندي 11 سنة، ابتديت أول 8 سنين في حياتي كنت ابتديت ملاكمة بوكسين. يعني مارشال أرتس في دمك من وأنت صغير؟ بالظبط، من زمان خالص. حتى أول 4 سنين كنت مخبي على أهلي إن أنا بلعب بوكسين بس. بس فقعدت أول 8 سنين كنت بلعب بوكسين بس. بعد كده كان لسه الأمامي والمارشال أرتس ما دخلش مصر أصلا. أيوه. بعد كده ما كانش متعارف عليه وقتها كمان. ما كانش متعارف عليه، كان لسه بيتلعب بس يو اف سي اللي هي الاولد يو اف سي بره في امريكا. بالظبط. ما كانتش حتى لسه انتشرت في ولا في الدول العربيه ولا في اي حته. ايوه. فابتديت بوكسنج، قعدت 8 سنين. بعد البوكسنج دخلت كيك بوكسنج، قعدت برده 7-8 سنين حلوين كده. ولما دخل الام ام اي ابتدى نعرف يعني ايه ام ام اي، ابتديت العب من 2011. طب يعني ايه ام ام اي؟ وايه الفرق بينه وبين يعني المارشال ارتس؟ بين الكيك بوكسينج والبوكسينج والجيتسو بصي كل لعبة في المارشال ارتس ان جنرال ليها رولز مختلفة، بس okay. خلينا نتكلم مثلا نقول الديفينيشنز او 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 ايه او ايه هو الام ام اي في حاجة سريعة. الام ام اي هو ميكس مارشال ارتس، الفنون القتالية المختلطة، متكون من بوكسينج، كيك بوكسينج، موي تاي، برازيلي جيتسو، جيتسو البرازيلي على الارض، المصارعة الحرة. بس هو العاب الفنون القتالية كلها يعني ده very high intensity workout، very high intensity training، ومحتاج coordination اعتقد عالي طبعا. يعني توافق عقلي بدني طبعا. ما هو اي حد بيبدا مثلا بياخد بيزكس، البيزكس دي عباره عن ان هو لسه بيتعرف ازاي على الفوت وورك بتاعته، الكوردينيشن، ازاي بيضرب بوكس، ازاي يضرب كيك، ازاي ينزل تيك داونز، ازاي ياخد سبمشنز، كل ده لازم عشان هي فيها اللعبه فيها كذا لعبه في بعض، فلازم يبقى عنده يتعود الاول ويبقى البدني بتاعه عليه يعني وعنده باك جراوند. يعني قبل ما يدخل امامي لازم يكون مثلا اتعلم كيك بوكسينج او كان زمان الكلام ده كان زمان اوكي كان زمان. من اغلبيه الناس اللي بدات ام ام اي من 2010 2011 كلهم كانوا بيلعبوا، معظمهم كانوا بيلعبوا العاب فرديه اللي هو سواء بوكسينج او كيك بوكسينج او موي تاي او ايا كان، فعندهم بيزك للعبه معينه فدخلوا وكملوا عليها اكتر. لكن الام ام اي دلوقتي احنا ممكن نبدا بيور ام ام اي، بس انا بريكومند ان احنا بنبدا من الجونيورز يعني مش من الكيدز. الكيدز يبدا بوكسنج او كيك بوكسنج عشان فيها تو ماتش ديتيلز عشان ما يتعارضش مع تفكيره او وياخد البيزك صح. طب بالنسبه للبوكسنج والكيك بوكسنج هل في سن معين ممكن اتمرن فيه؟ البوكسنج والكيك بوكسنج ان جنرال ستارتنج من 4 سنين ل5 سنين على حسب الاي كيو بتاع الطفل. في مثلا ممكن احنا كده يعني لازم ذهنه يبقى حاضر اكتر. بالظبط عشان يفولو التريننج بروجرام بتاع الاطفال. لو مثلا الطفل بطبعه ان هو لعبي، فلما يجي مثلا هو عنده الطفل اللي مثلا عنده 4 سنين او اقل من 4 سنين ما ينفعش ليه ان هو لما يجي مثلا يفولو التريننج بروجرام بتاع الكوتش او يسمع ينفذ الاوردر بتاع الكوتش، ممكن يجي بره اللاين بره ما يركزش، فما نقدرش نلوم عليه. سهل يتشتت انتباهه. بالظبط. فبياخد لكن ستارتنج ان هو بيبتدي ينفذوا الاوردر مظبوط ستارتنج من 4 سنين ونص ل5 سنين على حسب الطفل برضه. طب كوتش انا ليه ممكن اتمرن امامي؟ يعني ايه الصفات الجسمانيه والعقليه اللي ممكن اكتسبها من احترافي للعبه؟ بصي هقول لك على حاجه، هو التمرين الام ام اي ده كل واحد ليه التارجت بتاعه فيه. ايوه. الناس الحد اللي عنده تارجت ان هو يريشيب هيلاقي الكلام ده في الام ام اي، اللي عنده تارجت ان هو يتعلم فايتنج سكيلز قوي جدا هيلاقي ده في الام ام اي، اللي عنده اللي عايز يلعب كومبيتيشن ليفل او يلعب بطولات او ماتشات هيلاقي ده في الام ام اي، اللي عايز يعلي الفيتنس بتاعه الكونديشن بتاعه الاحمال بتاعته كل الكلام ده ما جسمه ضعيف هيلاقي كل الكلام ده في الام ام اي. فالام ام اي كل في ناس بتتمرنوا كتير قوي، مثلا عندنا تيمز بتتمرن في الام ام اي كتير قوي، في ناس كل واحد عنده تارجت، في ناس بتكمبيت في بتتمرن بطريقه معينه تريننج بروجرام مختلف شويه، في ناس بتبقى عندها بس انها عايزه تتعلم لنفسها سيلف ديفنس بس. أيوة. او فايتنج سكيلز بس انها تقدر تحمي نفسها او تاخد ثقه في نفسها اكبر. في ناس بيلاقوا ده في الام ام اي، في ناس بتتمرن لمجرد ان هي عايزه تثق في نفسها بيلاقي كل ده في الام ام اي. ايوه بس يعني بيعلم كذا حاجه. بالظبط. هو كذا حاجه، لو عايزه اخس لو عايزه بيلد ماسلز ويت لوس بروجرام. واعتقد اهم سكيل هي الكوردينيشن. ما الكوردينيشن ده كده كده كوردينيشن الفوت وورك مع البوكسنج
مع الكيكس كل الكلام ده لازم كوردينيشن. حتى لو انت مش عندك انت هتتعلميه معانا في التمرين. ايوه حقيقي. بلس ان مثلا يعني من اغلب يعني اغلب الناس اللي بتيجي بتبقى عايزه تتمرن معانا الام ام اي او الكيك بوكس من جنرال بيكونوا عايزين يخسوا مثلا عايزين يوصلوا للشيب كويس قوي فيهم عن الجيم اولد سكول شويه لعبه اولد سكول شويه فبيبقى عايزين هاي انتنسيتي تريننج بالظبط فهو هاي انتنس كارديو وحاجات دي قوي فبيلاقي كل الكلام ده فبيوصل للويت لوس بروجرام اللي هو نفسه يخسه بيوصل التارجت بتاعه فيه. طيب في معتقدات كتير بتقول ان المارشال ارتس او الالعاب القتاليه بتاثر على انوثة الست او بتخلي شكلها رجولي شويه، انت ايه رايك في الكلام خالص ده؟ خالص مفيش الكلام ده خالص. هو ده تمرين، هو ولا بيكبر المسل ماس ولا حاجه، هو بيعمل ري شيبنج بيشد زي ما ممكن اي حد يلعب فيتنس كونديشننج زي اي لعبه تانية عاديه جدا تمرين. ومش لازم البنت تتمرن انها تلعب فايت او تسبار مع اللي قدامها او تضرب او تضرب خالص. ما انا بقول لك بيتمرن، بالعكس اغلبيه البنات دلوقتي كلها بتتمرن كيك بوكسنج بالظبط عشان هو بيلاقوا الريزلت. يعني اعتقد الناس اللي بتخاف من الحاجات دي بيشوفوا الصور مثلا على السوشيال ميديا اوريدي، هم اعتقد مثلا البنات واخدين تيسترونز او واخدين انجكشنز معينه وصل حجم الماس ماسل للشكل اللي احنا بنشوفه. دي حقيقه، وده كمان لما بيوصلوا للكومبيتيشن ليفل عندهم ريكويرمنتس ثانيه في معينه في دماغهم بالزبط. ان هم يوصلوا في طريقه معينه يعلوا الانديورنس بتاعهم، يعلوا الباور ليفتنج بتاعهم، يعلوا الكونديشن بتاعهم بطريقه معينه، فده بيبقى ده ما بيبقاش ده الفورم بتاعنا او ما بيبقاش ده البروجرام بتاعنا خالص. ده بيبقى ناس بتبقى دماغها وداخله انا عايزه اوصل للكومبيتيشن ليفل. أيوة. فدي حاجه ثانيه خالص. لكن هي حتى لو الناس اللي بتوصل للكومبيتيشن ليفل من غير اي استيرويد ولا من غير اي حاجه من الكلام ده بيوصلوا عادي. احنا عندنا بنات بتلعب وابطال وتشامبيونز كل حاجه. انا شايف ما شاء الله يعني شوفيهم عادي البنات اجمد من الولاد كمان. شوفيهم عاديين جدا يعني، ولا واحد ولا شكلهم وحش ولا اي حاجه. فدي اشاعه، ده تمرين زي اي تمرين. ايوه. طيب هل في مواصفات بدنيه معينه لازم تكون عندي عشان ابدا خصوصا الام ام اي؟ خالص بالعكس، انت لو انت اوفر ويت وعمرك في حياتك ما لعبتي اي رياضه وبالنسبه لك يعني ما عندكيش اي نوع من زيرو فيتنس ليفل، الام ام اي او الكيك بوكسنج او البوكسنج ايا كان، ده التمرين عامه ده انكلودنج الفيتنس وانكلودنج الويت لوس بروجرام وانكلودنج الكونديشننج وانكلودنج كل التاهيل البدني، ممكن كمان انكلودنج نيوتريشن بروجرام معين عشان يوصل للفيتنس ليفل اللي انت محتاجه. في لا هو في كده كده اللي هم الناس الاوفر ويت بيبقى ليهم نيوتريشن بلانز معينه. أوكي. بس بتكلم مثلا في ناس اجسامهم طبيعيه جدا بس هم الفيتنس ليفل بتاعهم مش قوي قوي او مش مناسب، فكل الكلام ده بيلاقوه عندنا. كل واحد دي تارجت، فالمفروض الكوتشز اللي هي المفروض الكواليفايد او الشاطره بتعرف من كل تريني او كل لاعب في التيم بتاعه ايه التارجت بتاعه عشان يشتغل عليه. في ناس مثلا هتعمل لها اوفر ويت، هتعمل لها نيوتريشن بلان بلس التريننج بروجرام بتاعنا، لازم يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض عشان يوصل التارجت بتاعه. أيوة. في واحد اوريدي جسمه حلو مش محتاج، بالعكس محتاج ياكل كربوهيدراتس كتير عشان بالضبط. التمرين بتاعنا فيه عالي الميتابوليزم بتاعه. أيوة. يعني على حسب الميتابوليزم بتاعه برضه، فمالهاش دعوه، هو كل واحد ليه تارجت، فكل واحد ليه تارجت هيلاقيها في اللعبه بتاعته. طيب دلوقتي انا لو دخلت اماميه على كبر ينفع احترف فيه؟ ينفع على حسب الاي كيو، على حسب القوه البدنيه بتاعه الشخص نفسه. يعني طبعا كل ما هو يبدا بدري كل ما الفرصه بتاعته تكون زياده. ايوه. وكل ما يبدا متاخر الفرصه بتاعته بتقل. بس ده برضو ده ان جنرال، لكن في ناس بتخالف التوقعات. أيوة. في ناس بتبدا متاخر وبتبدا عندهم اوريدي يعني هو الاعتماد الاكبر على التوافق العقلي البدني زي ما قلت قبل كده، التوافق العقلي والبدني وعلى حسب اللي هو الباشن اللي جواه عايز ازاي والتارجت بتاعه عايز يعني عايز ايه، وهل هو جسمه مؤهل وجوه عزيمه عايز يوصل ولا لا. هو الام ام اي برضه حتى الواحد ممكن يبقى عنده كل الكواليفيكيشنز وكل الماتيريال وجسمه فيه كل الماتيريال ان هو يبقى بطل، بس ما عندوش الباشن وما عندوش قلبه مش جامد ان هو انا عايز اوصل. أيوة. وياخد الموضوع بجديه. فلازم يبقى واحد عنده من جواه ان انا عايز اوصل. الام ام اي ممكن يبدا متاخر يعني عن اي العاب تانية. طيب مصر فين في الام ام اي؟ يعني هل في بطولات عالميه حققنا فيها مراكز متقدمه؟ مصر لحد دلوقتي احنا ما عندناش اتحاد رسمي للام ام اي، بس احنا عندنا منظمه وعندنا منظمات قويه جدا، ويعني
والمنظمات دي بتاهل اللعيبه انها تطلع بره. لما بنلعب اللعيبه بتاعتنا لما بتلعب في المنظمات دي كتير، احنا بالنسبه لنا الموضوع بياخد ريكورد، عشان اطلع العب بره لازم يكون انا وصلت ريكورد معين عشان اقدر اكمبيت بعد كده بره. والمنظمات اللي هي العالميه، المنظمات اللي هي العربيه تبتدي تبقى عايزه يعني تبقى عايزه اللعيبه المصريه. طيب بالنسبه بقى للكيك بوكسينج والبوكسينج والمارشال ارتس، احنا واصلين MMA طبعا. ايوه احنا واصلين لفين بقى؟ مش عايز اقول لك ان احنا من اجمد اللعيبه في الوطن العربي ويمكن في العالم كمان في الالعاب الفرديه. ايوه حقيقي يعني بجد في البوكسنج الملاكمه والكيك بوكسنج والموي تاي، احنا الالعاب الفرديه يعني احنا شاطرين جامد قوي فيها. حقيقي احنا الالعاب الفرديه اللي هي البوكسنج والكيك بوكسنج والموي تاي والمصارعه احنا متميزين فيها قوي. متميزين فيها وباي بطولات عالميه، اي بطولات دوليه، اي بطولات عربيه بنحقق فيها ميداليات كتير. اغلب الميداليات الحمد لله بتبقى من عندنا من مصر. منتخب مصر بتاع الملاكمه قوي جدا، منتخب مصر بتاع الموي تاي قوي جدا. كان لسه عندنا البطوله الافريقيه اول من يوم 21 اللي فات، خلصت يوم 25 اول امبارح. يعني اغلبيه الميداليات كلها كانت في البطوله الافريقيه كانت من مصر. زي ما قلت يا كوتش احنا متميزين قوي في الالعاب الفرديه، حتى الجودو يعني احنا فعلا متميزين وبنحقق ارقام في الالعاب الفرديه. دي حقيقة. طيب انا متحمسه قوي، تعلمني حركتين يلا بينا. يلا بينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، يا رب تكونوا استفدتوا. بريك سريع ونرجع ليكم مرة ثانية.